بين حركة سياسية وعسكرية وقعت اليوم 8 أغسطس 2022 على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي المرتقب والمزمع عقده في 20 أغسطس الجاري بالعاصمة نجمينا. وأبرز تلك الحركات اتحاد قوى المقاومة لتيمان أردمي واتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية لمحمد نوري. في مستهل المناسبة التاريخية العظيمة تحدث رأي الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ممثلا لأمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحدث مشيدا بجهود جميع الأطراف وحرصهم على التوصل للسلام الدائم في تشاد، مشيرا بأن أطراف التفاوض ترفعت فوق جميع أسباب الفرقة وعملت على تجاوز آلام الماضي رغم صعوبات التفاوض والحوار. يتعين على جميع الأطراف التشادية تجاوز الماضي وآلامه والتركيز على المستقبل وآماله مع عدم إغفال العبرة من الماضي، وهو ما يوجب على الجميع الانطلاق إلى المستقبل بروح وثابة وإيمان راسخ بحق شعب جمهورية تشاد في أن ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة وأن يحقق التنمية المنشودة. بدوره وفي رسالة نقلها ممثله، فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الحوار الوطني يقدم فرصة تاريخية لتشاد حتى تضع نفسها على طريق سلام مستدام، مطمئنا الأطراف بأن المنظمة الأممية ستواصل دعمها ومساندتها للاتفاقية المبرمة لترى بنودها النور بنجاح كامل. من ناحيته رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد ثمن عاليا جهود دولة قطر على إنجاح حوار الدوحة والمضي قدما لتحقيق المصالحة التشادية التشادية، حثا في الوقت نفسه الحركات غير الموقعة على إعادة النظر في قرارتها لصالح المصلحة العليا للبلاد. بعد 5 أشهر نشهد خاتمة الحوار التشادي بين الحكومة والحركات المسلحة، فهنيئا وإجلالا للدوحة مدينة السلام. قطر ولفريق الوساطة لجهودكم المضنية وصبركم وحسن وكرم ضيافتكم واستضافتكم لهذه المباحثات الحاسمة في مسيرة الأمة التشادية. كما أتوجه بالتهنئة والشكر والإشادة لغادة أعضاء الوفود التشادية المفاوضة لمجهوداتهم وتضحياتهم طيلة هذا الحوار. إنما توصلتم إليه لا يستحق الثناء والإشادة رغم أسف العميق لعدم توقيع الاتفاق من طرف بعض الحركات المسلحة. إنني لما أتأمل تاريخ هذه المدينة الرائعة والرائدة في صنع السلام لا أجدها تحتل بجدارة مكانة جليلة. إنني أتذكر احتضانها للمفاوضات الدولية للجات التي عرف بمسلسل الدوحة. هذا وفي نهاية الحفل قدمت مسودة الاتفاقية ووقع عليها قادة الحركات والفصائل كلنا لاحدة وسط ترحيب الجميع، علما بأنه من أبرز بنود الاتفاقية وقف شامل لإطلاق النار ووقف كل عداء مهما كانت طبيعته بما فيها الحملات الإعلامية المناهضة، فضلا عن توفير الضمانات وتدابير الأمن للحركات الموقعة عند عودتها إلى حضن الوطن. طبعا الكفاء طال تقريبا 17-20 سنة، يعني قبل كده برضو في مباحثات وفي حاجات كثيرة حصلت، لكن هذه تكون يعني آخر بالنسبة لنا نحن، وزي ما يقال ديفينيتيف وتام وكامل وشامل. إذن نحن يعني نعتبر هذا اليوم أكبر يوم لتشاد ولشعب التشادي وللمصالحة للعفو في دولة تشاد، ونحن إن شاء الله مستعدين نخدم مع السلطات التشادية وحتى تتم يعني فترة انتقالية، وما بعد فترة انتقالية إن شاء الله. تردي شيء مهم يعني يفتح لنا يبت السلام، واللي هنا عندنا هسا 5 شهور هنا كله خدمنا جماعة كلها اشتركوا حكومة ومواردة
وصلنا للنتيجة دي. شروط ما عندنا شروط إلا السلام، إلا السلام، سلام تم، سلام صحيح. أولا بصفتي كرئيس حركة مار نشكر دولة قطر على وقفة بهذا المؤتمر لإنجاح السلام في تشاد، ونشكر الله سبحانه وتعالى بأن تم لنا هذا الاتفاق بجو ملائم جدا، ونشكر رئيس الجمهورية كذلك لقدومه إلى الدوحة لإكمال الإجراءات السلام. مبسوطين وخانا في العقارة ليلة، وبعد الآن كل الحركات بعد وقفه، وبعد ذلك يشوفوا الحوار من جمعنا يجهزوا نمشوا في الحوار، وبعد في الحوار أي الحاجة ما وافقنا به وكان نوقف ما كل الحركات جوا الوطن، وبعد ذلك نلحقوا في حاجة طلبوها السكان تشاد. أهني الشعب التشادي بهذا اليوم التاريخي، أننا طبعا وقعنا اليوم بعد 5 شهر في هذه الحوار، وفي النهاية وصلنا لاتفاقية. في طبعا أشخاص لسه مترددة، وحاولنا في الزمن الضيق قدرنا أقنعناهم، وإن شاء الله وقعوا. هذا شيء يدل أن التشاديين في الأيام الأخيرة عرفوا، وكان عرفوا المصلحة حقت البلد والمصلحة حقت الشعب هو السلام.